مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات وحلقات مدونة الشهاب. إذن في حلقتنا لليوم سنتكلم عن كيفية زيادة عدد الزوار وتخفيض ترتيبك في الأليكسا عبر موقع أليكسا بوتستاب. قبل ذلك إن كنتم من متابعينا على اليوتيوب لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب والالتحاق بمتابعينا على مدونة الشهاب. إذن اليوم سنشرح ما هذا الموقع، موقع بوتستاب يور أليكسا رانك، ويمكنك الدخول إليها من ديسكريبشن الخاص بالفيديو إن كنت في يوتيوب، أو سأقوم بوضعها داخل المدونة. إذن ها هو موقع أليكسا بوتستاب، هو موقع يعني لتخفيض ترتيبك في الأليكسا عن طريق جلب الزوار، موقع لتخفيض ترتيبك في الأليكسا عن طريق جلب الزوار. إذن في بعض الأحيان يجلب لك 70 زائر يوميا، 80 زائر يوميا، ولكن بطريقة شرعية لا تضر بحسابك في جوجل أدسنس ولا بالأليكسا، لأن الأليكسا أصلا لديها سياستها الخاصة، فكثرة سبام أو الزوار الوهميين يؤدي إلى غلق حسابك في الأليكسا. وكلنا يعلم أهمية معرفة ترتيب العالمي لموقعك أو مدونتك في الأليكسا. إذن كل ما علينا هو الذهاب إلى سينب، إذن نكتب الإيميل الباسورد ونعيد كتابة الباسورد ثم نضغط سينب. بعد ذلك ستأتينا رسالة في البريد الإلكتروني للتفعيل، ثم نذهب إلى سين إن أو تسجيل الدخول. إذن نحن الآن قد قمنا بتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول نأتي إلى هنا ونكتب رابط الموقع المراد جلب الزوار له وتخفيض ترتيب الأليكسا، هنا ashyab.blogspot.com، ثم ننقر على Enable Website ثم Save. بعد ذلك أنت ستكون لديك 100 نقطة يعني كهدية من الموقع، ستجلب لك 100 زائر بمجرد يعني في ذلك اليوم الذي تسجل فيه في هذا الموقع، ويمكنك ربح النقاط عن طريق Earn Points أيضا بالذهاب إلى Earn Points وزيارة مواقع لأشخاص آخرين. إذن مبدأ عمل هذا الموقع هو يعني كل الدقائق الكثيرة التي يقضيها الزوار على موقعك تساعد في تخفيض ترتيبك. فمثلا أنت لديك 1000 زائر، كل زائر يقضي دقيقة واحدة فقط، فأنت لديك 1000 دقيقة زيارة في موقعك، أي ما يعني معدل دقيقة يوميا، بمعدل دقيقة أو يعني حسب الإحصاءات، فذلك يؤدي إلى زيادة تخفيض زيادة ترتيبك إلى مراتب معتبرة ومراتب جيدة. إذن عن طريق الريفير يمكنك أن تجلب الزوار كل يعني عن طريق الأصدقاء، كل صديق واحد بألف نقطة عن طريق هذا الرابط، أنشره في المدادات في المدونات أو في مدوناتك أو في أين تجد تبادل الريفير أو الإحالات. كل صديق يعطيك 1000 نقطة، 1000 نقطة تعطيك 1000 زيارة، يعني 1000 زيارة تعطيك 1000 دقيقة، مما يؤدي إلى تخفيض ترتيبك حقا في الأليكسا، وكذلك زيادة الباك لينكس من خلال هذا الموقع. إذن نكون اليوم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كان معكم خضران شهاب الدين من مدونة الشهاب. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب إن كنتم من متابعين على اليوتيوب، أما وأيضا ننتظركم للالتحاق بمدونتنا مدونة الشهاب ashyab.blogspot.com. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كانت لديكم أي مشاكل يمكنكم طرحها في تعليق أسفل الفيديو أو أسفل الموضوع، وسأكون جد سعيد بإجابة